عبد اللطيف شوقي النجم السينمائي والتلفزي موسيقي حتى النخاع. كنت مولوع بالروكن رول يعني كنت نفس الروكن رول، ما يمكنش تقول لي يتصنت لشي حاجه من غير الروك. واش مازال غادي بنفس يعني سرعه البراق مسيرتك السينمائيه ولا نقصتي السرعه؟ تعب لطيف واش انت دقيق في الاختيارات ديالك لي سيناريو؟ بيني وبينك غادي نختار الفيلم المغربي، ما فيهاش فاش كذوب، ما فيهاش، واخا يكون الاجر ديال اكثر وجود واستسمح، لا علاقه لها بالتمثيل. كنقولها وتن ماشي بحسره، ولكن تنقول جوغي بو فير ان دو سي رول.